هل تعتقد أنك وحدك؟ لا أحد يراك. هل تشعر بالأمان؟ أرت تمبلت للإنتاج الفني تقدم. والنعمة أنا جايبكوا هنا عشان تدعولي، أنا عايزة مصلحتي. بوسي كات. دي كاميرات وايرلس، محدش هياخد باله منها خالص. أنا مش هطلع هنا تاني، ولا هتشوف وشي تاني. أجي أركب السماعات إمتى؟ السماعات راكبة. شيء مخيف أن تشعر أن أحدا يتجسس عليك. عايز أقول لك حاجة. إيه؟ عايز أقول لك حاجة مهمة. أنا هوريه الكلب ده اللي ما نزلت الشبشب على دماغه ما بقاش أنا الأولى. أنا اللي محدش يقدر يلمسني ولا حد يقدر يأذيني، وأنا اللي عارفة أنا بعمل إيه كويس. بقول لك أنا مش ناقصة فقر. لو هتمشي البنات دول معاها في سكة الضياع والرزيلة يبقى نظبط مع بعض. متعودة دايما على كل ده دايما، متعودة دايما على كل ده دايما، متعودة في عالم ضاعت فيه الخصوصية. فضيحة الفنانة المشهورة بطلة مسلسل رمضان. عيون كثيرة تراقبك. بنت صغيرة كده لابسة شورت يا برنس، ولادي الجبال مصورة. تلتفت حولك، لا تراه ولكنه يراك. عايزة فستان فرح. أنا عايزة الحاجات الأنكت. صح؟ ما يصحش. أصور كليب وأدي الكليب بتاعي لقناة المولد عند الحاجة حنفي. خمسة خمسة الساعة خمسة إلا خمسة والحصول.